أوه. أنا غلطان إني عايز أفتكرك. شيت. Calm down. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ نو انا مش حرامي، انا مصري. وايه يعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. نو انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ اتقي والله، حتى في رمضان بتسرقوا. هاي شيت. ولا تعال هنا لا يسرقك. نو انا مش سري، انا مصري. انا مصري العربي. انت سعيد تكتك. الله سعيد، انت بتصاحب حراميه؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس. وحشتني يا مصري. ثانك يو. اوكي بلاش بوس. سعيد، راجل غريب يعني ينام معانا في نفس البيت؟ لكن احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفه، امال لما نبقى زحمه بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي؟ يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه خالتي. في حاجه يا منصف؟ لا يا حبيبتي سلامتك. الله يسلمك. هاي، شفت الفانوس بتاعي؟ ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سكس. سكس. لصمت الباب مؤقتا. اوكي. نسيت اعرفك بالاسره الكريمه، ده بقى عبد المنصف. هاي. اهلا. نايس تو ميت يو. ودي بقى اختي ابتسام. هلو. هاي. ايه ده؟ ايه يا عم؟ انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي، احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس، ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد. عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم مصر، احنا هنا مش في امريكا، هنا مفيش الحاجات دي. وات؟ مفيش هنا احضان ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى باللندا الصغيره، موسى اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ بتتباس. اوكي. هاي انت بس هنا اللي بتتباس سعيد. خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايزه. لا خلاص، اصل انا زهقت من اكل اللحمه، انا هاكل لقمه بملوخيه. خد يا ماما حطي لي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مصر كمل. اوكي انا مش عندي معلقه، بس ممكن معلقه؟ اتفضل. ثانك يو. بس يا سيدي، وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت، بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودا بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن الجوز؟ يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول، بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا صحيح، انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري، عايز تدفع ثمن قعدتك معانا؟ يس نورمال. مش باكل وهاكل وهشرب وهنام. يعني انا لو جيت لك امريكا هتدفعني ثمن قعدتي؟ اكيد. طب يا سيدي خلاص، مش هناخد منك فلوس، وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش. ماشي؟ نو انا قاعد. ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. كل يا مصر. اوكي. خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير، بس اوعى تدب صباعك فيه، وبعدين تعالى كمل اكل. ياه. واو، ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ اسمه خشاف. لا من خشاف ولا من ديري. ممكن اخد منه؟ لا طبعا، خده كله. انت بعد اللي قلته ده حد هيمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى. بعد الملوخيه.
دي الزبادي حلوه قوي قوي الملوخيه دي. ده انا اللي قطفتها وانا اللي خرطتها وانا بقى اللي شهقت عليها. ايوه مين بقى اللي عملها؟ كنتش مصدق ان انا ممكن اخد شاور. افتح سعيد. الله اكبر. اوكي يس يا هاي نوسه. ايه مالك يا نوسه؟ مالك؟ خش جوه خش جوه. في يا عم انت ايه؟ ما ينفعش تمشي كده في البيت، البيت فيه ستات. يا انا شفتهم نوسه وابسامه. ولا بعرفك عليهم؟ عيب 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 ليه؟ متخلفين. البس اي حاجه بقى داري نفسك وتقف على ريال قدامي كده. اوكي اوكي. وشعرك الجميل ده ماله؟ تلمه. حاضر اوكي اوكي هلمه. اوعدك يعني لو شفت شعرايا بس واحده واقعه في الارض هلمها على طول. اوكي بقول لك ايه؟ نعم. انت الحل الوحيد معاك تتحجب. تتحجب؟ اه اوكي اوكي اوكي. صلى على النبي صلى على النبي. ايه ده؟ مين؟ وانت حماسه. ما تزعلش يا مصر من منصف، اصل ظروفه صعبه شويه. اوكي اوكي سعيد نو بروبلم. خد دي. ايه دي؟ ملايه؟ دي جلابيه ابويا الله يرحمه. البسها هتريحك. هتريحني زي ما ريحته كده. انا اكيد مش عارف انام في الجلابيه يا سعيد. ام فاين انا معايا حاجه. ثانك يو. الواحد يعني كان تعبان قوي. قولي بقى انا هنام فين سعيد؟ هتنام على سريري. طب وانت هتنام فين؟ هنام على كنبه منصف. ومنصف هينام فين؟ هينام في التلاجه بره. وات؟ هينام على الكنبه اللي بره. لا سعيد انا كده لخبطت كل حاجه. بليز لو سمحت انا خليني انام على الكنبه وانت نام على سريرك. اوكي. طب هقول لك احنا نجيب حماصه هنا وانا وانت نام على السرير. ليه انت هتصاحبني؟ قصدي يعني يعني انت هتصاحبتي الجير فريم بتاعي يعني. لا سعيد اوكي انت نام على سريرك وانا لا 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 مصري لا 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 ورحمه ابويا ما ينفع. بليز انت هتنام على سريرك ورحمه سريرك. رجلك كبرت قوي سعيد. ها وهي من القعده. لا التانيه دي كبيره من يومها. صحيح هو انت بتشتغل ايه سعيد؟ عواطلي. ومبسوط فيها؟ اهل موجوده. ما هنا تسال المهندس كان نفسك تطلع ايه؟ يقول لك دكتور. ولما تسال الدكتور يقول لك محامي. مفيش حد هنا بيشتغل اللي هو عايزه. وانت كنت عايز تكون ايه اصلا يا سعيد؟ طيار. هو مع اني ركبت الطياره مره واحده في حياتي وكنت مرعوب. رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده. بس انت كده مشلول مش مخنوق. حركات مصريين. طيب واشمعنى طيار بقى؟ عشان الطيارين المصريين احسن طيارين في العالم. You know what؟ ده كلام بيقولوا المصريين علشان يصبروا نفسهم بيه، انما هو خرافات. زي ان الراجل المصري يروح اي مكان في العالم كل الستات تموت فيه. او زي مثلا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. او شيت. هو كده يعني ممكن ده اذكى طفل في العالم؟ ايه ايه يا حماسه ده انت ده؟ انت بتقول لي انك كنت بترفض وانا عرفت صعب منك. انا استنى يا حماسه. استنى يا حبيبي استنى السندوتشات. جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. خد يا مصر. يمكن تحتاج حاجه. ثانك يو. انا فعلا مش معايا فلوس. اول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده ايه؟ ده انت زي سعيد ابني. هو سعيد مش بيرجع في الفلوس؟ ربنا يرزقك ويرزقه. اوكي مع السلامه. ثانك يو. سي يا. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعه. اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ احنا متاخرين. يا عم الكلام كده وخلاص. عزومه في المراكبيه يعني. اوكي. ايه ده مش دي السكودر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشه. اوكي. صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا ام فاروق. والنبي عايزاك تيجي تغير لي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. ايه